السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نحسن عرض العناصر في برنامج الفريكاد، وده برنامج اوبن سورس مجاني. اقول له مثلا عايز ارسم كورة مثلا، وعايز ارسم مثلا مكعب، تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر فيهم، واي عنصر بتعمل عليه سيلكت بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته. اقول له مثلا داتا، يبدأ يجيب لي خصائص. اقول له مثلا ده 8 وده 8 وهكذا، تقدر تتحكم فيهم. لو دوست هنا هتقول له فيت اول، هيبدأ يعمل زوم على كل العناصر. ممكن تقول له فيت سيلكت، يعني انا عامل سيلكت على العنصر دوت. اقول له فيت سيلكت، هيبدا يعمل لي عنصر على العنصر ده بس. ممكن اقول له درو ستايل از ات، يعني لما هغير فيه من الخصائص بتاعته هيتغير زي ما هو. طيب خلينا نجرب. طيب از ات، يعني هاجي هنا من فيو، عامل سيلكت مثلا على الفيو، واقول له فيو، وادخل هنا على الديسبلاي موديل، هغيرها مثلا لشيدد، اغيرها مثلا لواير فريم تبقى بالشكل دوت، اغيرها البوينت، يبدا يجيب لي البوينت بس، ما يبداش يجيب لي بيت العناصر. طيب ممكن اقول له ايه درو ستايل فلات لاين، يبقى كله هيبقى فلات لاين او كله شديد. حتى لو غيرت من هنا لا، هو ملتزم بالحاجات دي الواير فريم. طيب لو انا قلت له از ات، يبقى هياخد زي ما معمول في الخصائص دي. طب خلينا نعلم كده، ونيجي هنا نقول له درو ستايل مثلا داش، او هتلاقي يتغير هول داش او دوتت، هيبقى نقط بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اللايت من ناحية واحدة او من ناحيتين، اللاين كولر، تغير اللاين كولر بتاعك بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له البوينت كولر، تغير لون النقط لو انت حابب اي لون تاني، وليكن مثلا الاحمر. طيب السيلكتبل، يقدر تقدر تعمل عليه سيلكت ولا لا. البوينت سايز ممكن تكبرها بالشكل دوت. الشيب كولر ممكن تغير اللون بتاعه مثلا للون دوت اهو، هتقدر تختار الالوان. الفيزيبيليتي بتاعته ترو ولا فولس، طبعا لو فولس يبقى لازم تعمل عليه سيلكت من هنا، تبدا تجيب لك العناصر بتاعته. تقدر بقى تقول له من هنا انا عايز اشوفه من بوتوم، من الليفت، من التوب، من الفرونت، زي ما انت عايز.